تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة بالجزائر شهر أكتوبر القادم، تفتح لأشبالي حليلزيتش أبواب التأهل لنهائيات كأس إفريقيا بعد الغياب عن الطبعة الماضية. ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف من الدار البيضاء المغربية مبعوث التلفزيون محمد جمال. إذن جمال، ماذا عن استعداد الحضور لهذا اللقاء وكيف هو حضور المناصرين بمدينة الدار البيضاء؟ مساء الخير. نعم بالقاسم، طبعا الآن حان وقت التركيز لأن المباراة ستنطلق في حدود الساعة 6 تماما بتوقيت الدار البيضاء وأمام بتوقيت الجزائر، هو نفس التوقيت. تركيز كبير الآن، وحسب المعلومات التي وردتني الناخب الوطني كان في اجتماع مع العناصر الوطنية واللاعبين والتشكيلة الأساسية التي ستبدأ المباراة أمام منتخب ليبيا، حتى وإن كانت التشكيلة الأساسية يعني من الصعب الحصول عليها لأن الناخب الوطني خليلوزيتش يريد أن تبقى في سرية تامة ولا يريد أن يكشف الأوراق قبل بداية المباراة التي تبدو في الحقيقة صعبة أمام منتخب ليبيا المتطور. نذكر فقط أن هذا المنتخب لم يخسر منذ 5 مباريات متتالية، يعني منذ 25 جونفي 2012 لم يخسر منتخب ليبيا. هو متطور، حقق بعض الإنجاز المعنوي وحقق بعض الإنجاز من حيث النتائج المسجلة، مثلا فاز على الكاميرون 2-1 في تصفيات مونديال 2014 بالبرازيل. هو متطور، يلعب بطريقة أحسن مما كان عليه، ولكن هذا الأمر مفهوم ومعروف بالنسبة للناخب الوطني والجهاز الفني الذي حذر من استشارة المنافس وطالب بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل قطع على الأقل نصف الطريق إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بإفريقيا الجنوبية طبعا ستقام. من حيث التشكيلة ربما ليس هناك شيء الكثير بالقسم، ولكن هناك ربما مبرح في الحراسة سيكون بنسبة كبيرة كضمورو، وكذلك مجاني يفضل خليلوزيتش أن يكون في محور الدفاع وهنا المشكلة. ربما مصطفى سيكون على الجانب الأيمن مع جمال الدين صباح على الجانب الأيسر. هناك الحسن، هذا أكيد، هناك فيغولي أكيد، هناك كديورة أكيد، هناك سليمان حسب المعلومات التي وردتني سيكون في الهجوم مع من ربما وحيدا أو ربما مع سوداني في انتظار الفصل في بعض المناصب الأخرى لأنه يريد أن يدعم وسط الميدان بالنسبة للمنتخب الجزائري. الأنصار، نعم هناك مجموعة من الأنصار ليست غفيرة وليست كبيرة، ولكن وصول صباح اليوم هناك وصول لطائرتين. إذن جمال، نعم تفضل جمال. نعم نعم تفضل. إذن جمال نشكرك على هذه التفاصيل، بالتوفيق للنخبة الوطنية. كما ذكر جمال، إذن اللقاء سيجري مساء اليوم.